آخر الوثائق في هذا المؤتمر، طبعاً هي ليست الوثائق الأخيرة في على متأكد أنه صار منشور بعديها مئات الوثائق من مختلف الدوائر الرسمية والحكومية بمفهوم الوثيقة، لكنها أهم الوثائق على الإطلاق في حياة الأردنيين فهي الأحدث. فأردت أن أختار الأبعاد التنموية للأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني حسين بحكم التخصص. قبل أن أدخل في الموضوع لابد من مقدمة بسيطة. عندنا الحكم الهاشمي الذي ابتدأ بالإمارة عام 1921 ولا يزال، ولذلك بعد 4 سنين إن شاء الله سنحتفل بالذكرى المئوية لتأسيس المملكة الإمارة من قبل. هذا يعني أن المملكة وصلت تعدت مرحلة التأسيس على زمن المؤسس عبد الله بن الحسين الأول بحكم 31 سنة تقريبا، ذا حكم الأمير الملك. ثم جاء من بعد الملك طلال الذي حكم 9 أشهر فقط، لكنها كانت مليئة بالإنجازات. في زمن الملك طلال تم الاتفاق أو تم التوقيع على إلزامية التعليم، التعليم المجاني، وتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك، وتوجه الملك طلال يرحمه الله بإصدار الدستور المعمول به حاليا مع التعديلات التي جرت عليه. بعد ذلك جاء حكم الملك حسين يرحمه الله ودام حكمه 47 سنة من 52 إلى 99، هذا يعني 78 سنة تقريبا، مع 17 سنة في حكم الملك المعزز عبد الله الثاني فبصير 96 سنة، يكون عمر المملكة والحمد لله 96 سنة. وهذه من أعمار الدول الطويلة في هذه المنطقة، حيث يذكر أو ينبهنا التاريخ على أنه في شرق الأردن لم تدم أي مملكة بما فيها الأنباط ولا الأدوميين ولا المؤاويين أكثر من 90 سنة. هذا له تبعات كثيرة، من يريد أن يتعرف بالنسبة لنا إحنا الآن تعدينا 90 الحمد لله ب6 سنين، وللأمام إن شاء الله راح يستمر. من ملوك الهاشميين اللي هو الملك المعزز عبد الله. لماذا الملك المعزز؟ طبعا جاء بعد الملك المؤسس والملك واضع الدستور والملك الباني، فالملك المعزز. والتعزيز لا يتم عادة إلا بعد اكتمال الشيء، يعني بصير نبحث عن التعزيز يعني الضروريات الحمد لله تعدنا. فهو سلم مملكة جاهزة بكل معنى الكلمة، فمن إمارة كان نسبة الأميين فيها تتعدى 90% إلى مملكة استلمها وقد دخلت مرحلة الدول المتقدمة الأولى في التعليم والصحة. للعلم الأردن هي من الدول الأولى في العالم في التعليم، ومن الدول الثانية على الأولى في الصحة في الجانب الصحي. هذا يعني أن الملك المعزز حقيقة اخترنا سواء 3 أشياء من جوانب التعزيز، اللي هي أول شيء الشعارات أو المبادرات التي تعني بالمفهوم تعالوا إلى كلمة سواء، يريد أن يجمع الأردنيين ويلفت انتباههم إلى أن هذه الدولة التي اكتملت لا نريد أن تبقى متفرقة من خلال بحوثها وأبحاثها وعلمائها واتجاهاتها، لأن تعرف الناس باتجاهات مختلفة، فمنهم اتجاه باثي ومنهم اتجاه شيوعي في الأردن ومنهم اتجاه. هذا يعني أن الأردن ممكن أن تكون عنده رقم 2 أو 3 أحيانا. فكان ألفت الأردنيين بطريقة رائعة وبأسلوب لبق. وبتعرفوا أول شعار أطلقوا لم يستمر طويلا لو خلوة، فالخلوة شعار متقدم كان يقولها شفويا إنه نريد عملا بدون ضجيج إعلامي، لكن هذا الشعار لم يستمر طويلا، أخذت في بعض الأندية خلوة النادي كذا مع كذا. ثم جاء بشعار على قدر أهل العلم. هذا الشعار حقيقة لامس قلوب كثير من الأردنيين، وأصبح كلهم أهل علم، وأصبح الأردن على قدر أهله. حوارات، اجتهادات، لقاءات، وعقد الجميع العزم على ضرورة طرح قضايا الوطن على بساط البحث. فإيش الطبيعي هذا الأمر
إذا أردت أن يسير الناس معك الأصول تقول انتبهوا عليه، مش المعلم المفوت على الصف هذا بيحكم مع هذا وهذا. وبالتالي بدأ الأردنيين بالالتفاف حول القائد القيام. من أكثر الشعارات التي تم تعزيزها من قبل الملك ومن قبل المؤسسات في الدولة هي الأردن أولا، فهو مشروع نهضة واستنهاض. هذا صدر في 2002 توافق اجتماعي بين جميع أفراد الشعب، بوتقة انصهار للتيل لسائده. ونحن حينما نقول بوتقة، تعرف بوتقة يستعملها الجواهرجي، يحط في الخاتم المكسور الإسوارة المكسورة كذا وبعيد صياغة الذهب من جديد. وكأن الملك يريد للأردنيين أن يتفقوا على أهداف واحد وعلى هدف واحد. دعوة لمؤسسات المجتمع المدني لإعادة ترتيب أولوياتها، احترام دور المعارضة، فلسفة حكم ونهج يضع المصلحة الوطنية العليا في مكانتها الصحيحة. الشعار الذي يعني فعلا تعدى مرحلة الأردن أولا، صح أنا بحب سوريا بحكم نباتي مثلا أو العراق، لكن الأردن أولا ثم سوريا. أنا ما أصير أحب خالتي لأنها عندها بنوتة حلوة وبحبها على حساب أمي، لا، أمي أولا ثم خالتي. هذا منطق وهذا منطق. ولذلك أصبح الآن كلنا الأردن، لاحظوا كيف التسلسل بدأ على قدر أهل العلم فردي ثم الأردن أولا ثم كلنا الأردن. الحث على الوحدة الوطنية بين كافة أبناء هذا الوطن من شتى منافس الأصول، التماسك بين أبناء الأردن ولهم نفس الحقوق وما إلى ذلك، ممارسة الانتماء للدولة وهويتها السياسية والوطنية والحضارية ولقيادتها الهاشمية صاحبة شرعية الرسالة والإنجاز، العمل على تعميق شعور الاعتزاز بالمواطنة والهوية الأردنية، والتأكيد على الدولة الاهتمام لا بعد ما بدنا لا ما في بدأ متأخر. العمل على تأكيد أو تعميق شعور الاعتزاز بالمواطنة والهوية الوطنية، والتأكيد على الدولة الاهتمام ببناء المؤسسات الشعبية وبناء الروح الجماعية. لاحظوا الروح الجماعية العمل بروح الفريق، فكان أن ظهر هناك بإيرادات ملكية برنامج التحول الاجتماعي والاقتصادي لمن يريد أن يرجع، لكن الشعور أو البرنامج الذي ظهر إلى حيز الوجود وأراده الملك أن يطبق في مختلف وزاراتنا وللأسف لم يطبق، كان عبارة عن برنامج عمل للوزارات هو الأجهزة الوطنية لتحسين نوعية الحياة. وكان هذا المهل لإعطيات الدوائر حوالي 9 سنين من 2006 إلى 2015. إذا ما الذي تريده يا دلالة الملك؟ نريد كما هو بالنص الحرفي دولة حديثة ذات مؤسسات عاملة واقتصاد يقوم على تنمية مقدامه واستثمارات في القطاع الخاص تضمنها سلطة قضائية مستقلة. ونحن نعتز بقضائنا النزيه حقيقة الذي خدم هذه الرؤية للملك. بتلخيص، الملك ماذا يريد؟ الأردن نموذج حيوي، يعني بمعنى آخر الحركة داخل الأردن آمنة ومطمئنة بكل معنى الكلمة، التقريب بين القطاعين العام والخاص وإصلاح الاقتصاد. إذا بدأنا نلمس بعد تنموي آخر غير البعد السياسي، التنمية السياسية، لأن دخلنا إلى التنمية الاقتصادية. بوابة الأردن الاقتصاد عالم جديد من خلال الاستثمار، من خلال التجارة والانضمام الأردني والمنظمة التجارة العالمية والعولمة. نحن لا نخشى العولمة، وقالها الملك حديث قرار، نحن لا نخشى، فاقتصاد العولمة سائر ونحن فيه نحو اقتصاد، وهذا اللي بدي اياه قبل الشعارات، نحو اقتصاد ومجتمع يرتكزان على المعرفة، الاستثمار التكنولوجي وتحول المعلومات الى مصدر ثروة. هذا الكلام هل تم قياسه؟ نعم، جاءت شركة ماكبرين المتخصصة في قياس الجاهزية الإلكترونية ودرست معظم مؤسسات الأردن ووجدت بأن الأردن ضمن 37 من 145 دولة هي يعني ذات جاهزية إلكترونية. الآن الأوراق النقاشية هذا الشكل الموجود أمامكم إن شاء الله راح نعمم على الإنترنت، لأن هذا يعني هي أفكاري وتصميم إسلام آخر عنقود عندنا. لو على اليسار الأوراق النقاشية حتى نفهمها بدل نقول لماذا يعني الملك أثار الأوراق النقاشية. حقيقة بدنا نتذكر الأحداث التالية.
المجلس النيابي السادس عشر دكتور احمد مصطفى، المجلس النيابي السادس عشر اللي كنت حضرتك اللي بدا ب 19/2010، ثم ابتدا المجلس النيابي السابع عشر ب 23/1 الى 2013، والمجلس النيابي الثالث عشر اللي بدا ب 20/9/2016. هذا يعني اوراق النقاشيه نقضوا تواريخها مع المجلس النيابي. كيف كان المجلس النيابي يتنفس؟ كان الملك اما ان يعزل واما ان ينبه بطريقته الخاصه. لذلك جاءت الورقه الاولى لقاعده الهرم، مسيرتنا نحو بناء الديمقراطيه المتجدده. هذه الورقه جاءت يا اخواني، جاءت قبل المجلس النيابي السابع عشر بحوالي شهر، وبعد المجلس النيابي الذي تم حله بحوالي شهر وشوي. وجود المجلس النيابي السادس عشر كان إثارة قوية للملك لعمل مثل هذه الأوراق النقاشية. المجلس النيابي السادس عشر نحن نثمن دوره، الأستاذ الدكتور أحمد مصطفى، نحن نثمن دوره حقيقة على أدائه في السنة الأولى، كان أداء مثالي بمعنى الكلمة، لكنه بدأ بالترهل في السنة الثانية لدرجة أن الناس يا جلالة الملك ما بدنا هذا الملك، يا جلالة، لأنه أصبح داخل المجلس يساعد الناس ويساعد الناس دون محاسبات ودون متابعة، حتى أن دليل المتابعة للأسف، مما دعا الملك إلى أن يثير هذه الورقة، وعلى أثر الانتخابات التي ستتم، وطرح فيها أربع مبادئ سلوكية. هذه الورقة كانت في 29/12/2012، وتضمنت أربع مبادئ سلوكية: احترام الرأي والرأي الآخر، والمواطنة، والحوار، والشراكة هذا البلد ولكل الأردنيين. جاءت الورقة الثانية والثالثة والرابعة في عام 2013 بعد المجلس النيابي السادس عشر الذي عمل إثارة عند الأردنيين بأدائه، وتنبيه للمجلس النيابي السابع عشر أن يا جماعة ديروا بالكم، العالم كله بيتبعكم، من خلال ما يسمى النهج البرلماني في الحكومات، نهج الحكومات البرلماني. الملك كان يريد حكومة برلمانية، وقال إنه إذا هذا البرلمان يعني ظهرت في أغلبية، نحن سنحاول الأغلبية في تشكيل، نوجه رئيس الوزراء في تشكيل الوزارة البرلمانية. إذا لم يتم إفراز أغلبية سنراقب الكتل ونستشيرها، وكان أن تم ذلك، لكن المسيرة لم تكن كما يريدها جلالة. فتطوير نظامنا الديمقراطي على أثر الحكومات البرلمانية من خلال الأحزاب اللي حكى عنها أخونا أبو محمد، وللأردنيين عندهم عزوف عن الأحزاب لأسباب تاريخية عميقة، وتطوير الجهاز الحكومي وتطوير النظام الداخلي للبرلمان، وكان فعلا أن تطور النظام الداخلي. جاءت الورقة الثالثة كتأكيد، الورقة الثانية من خلال منظومة من القوانين والأنظمة المتدرجة والمتطورة، ومن خلال خمس معابر أو مسارات مهمة. أول مسار كان يعتبر الملك الأحزاب، ثم مجلس النواب، ثم رئاسة الوزراء، والملكية الهاشمية الدستورية، والمواطن الأردني ذاته. وطبعا في هذه الورقة لمن يريد أن يستزيد ما هو واجب الملكية الدستورية الأردنية مكتوب، المواطن شو مكتوب عليه، وكذا وكذا، وندعو الناس إن شاء الله إلى مثل هذه الحوارات. الورقة اللي بعديها جاءت للتنفيذ، يعني وكأن الملك حس إنه هذه الأوراق النقاشية بدأ في تغيير راجعة، بدأت الناس تفع معنى الملك، فأراد أن يؤكد الناس من الديمقراطية والمواطن الفاعلة بتعزيز قضيته، تعزيز المجتمع المدني والمشاركة السياسية، حق لكل مواطن من خلال حق سياسي، واجب سياسي، وعمل سياسي. انتهت عام 2013 بالأوراق الثلاث التي حس الملك بأنه يعني لامس قلوب الأردنيين، ثم تحول إلى مرحلة متقدمة، تعميق التحول الديمقراطي من خلال الأهداف والمنجزات والأعراف السياسية، من خلال محطات تم إنجازها، محطات تشريعية، محطات إنجاز مؤسسي وتطوير المعادلة، وكان أهم إنجازين أن صدرت المحكمة الدستورية على أثر هذه الورقة، وأن تمت
الموافق على هيئة مستقلة للانتخابات. بالإضافة للقوانين المنظمة. بالعام 2016 لم يضر 2015 لأسباب 2016 طلع الملك بسيادة قانون أساس الدولة المدنية من خلال الإدارة الحصيفة وإلغاء الواسطة والمحسوبية وبرضو تحسين أداء الجهاز القضائي وسيادة القانون عماد الدولة لأن القانون والعدل أساس الملك. ما يشير بالأوراق النقاشية أن الملك كيف بدأ بال 2005 لما قال اختصار ومجتمع يرتكزان على المعرفة والعلم الآن توج الأوراق النقاشية بالعلم بناء قدراتنا البشرية وتطوير العمل التعليمي جوهر نهضة الأمة لأن هذا المستقبل. وهذه كانت الأوراق النقاشية الأخيرة أو الورقة النقاشية وليست يعني يمكن إحنا إذا استطعنا إن نقول ما هي الورقة النقاشية الثامنة ستكون برأيكم بعد هذه الورقة. استعدلت شويكم بارك الله فيكم يعطيكم العافية.